بدون شيء إلا الخوف على حياة أسرهم، نزحوا هاربين إلى هنا. هجم علينا الحوثي منا يمكن 75 أسرة، وهجم علينا برصاص وقنابل ومعدلات. سيرا على الأقدام قطعوا مسافات طويلة تجنبا لموت كان محققا بعد قصف عنيف من ميليشيا الحوثي على قرى الطينة بحجة. أجينا للخط عشان نركب السيارة، للخط مقطوع، قطعوا علينا، مشينا رجل للجأدة. الآن هذه المخيمات هي منازلهم البديلة، يتكدس فيها العشرات منهم، أما مصدر الدخل اليومي المهدد بالانقطاع بدوره فهو فقط مساعدات ضئيلة من منظمات إغاثية. الطرق المؤدية لأماكن آمنة تمتلئ بهم، تتشابه ظروف النازحين وربما بعض طرقهم ثم معاناته في تحمل تبعات هروبهم من مناطق الحرب والمواجهات، لكنهم مجبرون على الهروب هكذا دون شيء إلا حياتهم.